جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع أنفاس. موضوع اليوم موضوع شيق، غنسولوا الناس واش توحشوا الحمام مع الإغلاق ديالو، وغنسمعوا ارتسامات ديال الناس أشنو قالوا بكل تواضع. بين فيك توحش الحمام؟ من طبيعة الحال الحمام هو عنصر من العناصر الأساسية في الحياة ديال الإنسان. الإنسان لأن الحمام، ولو إنسان يأخذ حمام في الدار ديالو أو دوش، لابد ما غسل الحمام على الأقل واحد مرة في 10 أيام. مع كامل الأسف مع الوباء اللي نطلب الله يرفعه علينا، فكنحسوا كاين واحد النقص في الحياة ديالنا، هو الحمام عنده الدور ديالو، فيه عنده واحد الأمبيونس زوين. هذيك كيعطيني شوية الصابون البلدي، حكليا حكليك. الحمام كتسخن العظيمات ديالك، كدير الصابون، كدير يعني كدير الحمام، كتزيل دوك الأوساخ الدافنة. حقيقة هو الدوش في الدار ماشي بحال الحمام اللي كتسخن وكدير الصابون البلدي وكدير مسائل اللي كتحس بواحد الراحة من بعد الحمام. ملي كتمشي الحمام كتشد كسال. من طبيعة الحال بكل تواضع. لا بكل تواضع، وكتهلا فيه. حتى واحد الانسان كتشغلو، ها هما الحمام تسدو، ها هما الكسالة ما بقاوش خدامين، ولا واحد النقص في الحياة. إذا حتى ذاك الكسال حتى هو راه عنده قوت العيش ديالو، هو ذاك الحمام كالصانع كجميع يعني الأعمال العادية. شي ميساج للمسؤولين اللي سادين الحمام دابا؟ فهاد الميساج كنوجهو لهاد المسؤولين، علاش كاين بعض الأشياء اللي محلولة اللي هي حتى هي عندها علاقه بالضرر ديال المواطنين. علاش الحمام كذلك اصحاب الحفلات؟ يعني كاين واحد المسائل اللي ضروريه في الحياه. الناس بزاف مضرورين. لا كاين ضرر، كاين ضرر كبير. مع كامل الاسف هذه الحكومه ما اجتهدتش مزيان، اجتهدت الاشياء اللي ثانويه وخلات ما هو عنصر مهم. الحمام هو ضروري في حياه الانسان، غير هو يحددوا العدد ديالو، ماشي يكون اغلاق مره. مع كامل الاسف بكل تواضع يقول لهم طلقوا السخون. طلقوا السخونه بكل تواضع. طلقوا السخونه مولاي يعقوب. خاصك كيما غادي الحمام. الله يجي توحشنا الحمام اخاي. توحشتي الحمام؟ صدونا الحمامه، صدونا الدوشات، ما فعل ما والو. بكل تواضع خصهم يحلوا لنا، مشينا راه خصنا نرجعوا نتحموا. وتوحشتي السخون؟ وراه بين الصغ اخاي، نمشيو للبحر كنجيو عرقانين وكذا، وخصنا الحمام ضروري. خاصك الحمام ضروري. ملي كتمشي الحمام كتشد كسال ولا كتعوم الراس؟ لا مره حمام مره كسال، من صحابي مره هكا فهمتي. مره كسال دابا الكسال مسكن مساكن مضرورين بكل تواضع. صبروا جوله حتى هما تيتعاونوا معهم الناس، هما تيتعاونوا مع الناس، ولكن غالب الله دابا. وشي ميساج لهذوك اللي سادين الحمامات؟ خوتي يديروا معنا شي حل، ديروا الناس معايا باش الناس يحلوا يخدموا فهمتي، بغينا نخدموا ونرجعوا كما كنا. قول لهم طلقوا السخون. طلقوا السخون بكل تواضع. الجوهضه وين نسولوك الاخت؟ اييه بكل تواضع. بكل فرح وسرور. توحشتي الحمام؟ توحشت الحمام بزاف بزاف بزاف. الحمام زنقه، الحمام جميل، وكتلقى فيه راحتك وكتعوم في خاطرك، ماشي بحال الحمام ديال الدار. كاين فرق كبير 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 كبير. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى غادي تفتح الحمام وغادي تحسن الامور، ويا ربي ترفع لينا هذا الوباء. وا الله ملي كتمشي الحمام بكل تواضع كتحكي الراس ولا كتشدي كسال؟ لا كنحك راسي، وكنبغي نحك ونعوم في خاطري، وكنلقى راحتي. كتسخني عظيماتك بكل تواضع. سخن عظيماتي. ودابا واحد الميساج للمسؤولين. ايوا هادو اللي سادين الحمام، شي ميساج لهم؟ واللي مو طلقوا السخون. يا ربي يحلوا الحمامات ان شاء الله، وتحسن الامور وتقاد ان شاء الله، وغادي يحلوا الحمامات ان شاء الله، وغادي تحيد هذا المرض، وغادي تحيد هذا الشيء كله، ويبقى الشيء غير معاوده. شريفه توحشتي الحمام؟ اي والله الا توحشتو بكل تواضع. بزاف والله. شحال هذه ما مشيتي لي؟ تقريبا ملي حلو عاوتاني سدو ثاني، مشينا وصافي عاود سدو. من تما كاين؟ ما عمتي بكل تواضع؟ لا والو والو. ملي كتمشي الحمام كتشدي الكساله ولا كتحكي الراس؟ على راسي. على راسك؟ بوحدي ما تنشد الكساله ما نكذب. فين كتعومي؟ في البيت الاول الثاني ولا في حدا البرمه؟ لا 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 السخونيه ولا برا؟ برا برا. فين برا؟ في بلجيكا ولا بكل تواضع؟ برا في الحمام. برا في الحمام. شي ميساج للمسؤولين اللي سادين الحمام اش تقولي لهم؟ تنقول لهم زعما اذا تلقوا لنا الحمام راه زعما الحمام مهم. قول لهم طلقوا السخون. طلقوا السخون بكل تواضع. ايه كل تواضع. توحشتي الحمام؟ الصراحه توحشنا الحمام. توحشتي العومه ديال الدار؟
ما كاين ما احسن من الحمام، عنده واحد الطقوس في شكل، كتمشي للحمام كترتاح، كتشي عيان من الخدمه كترتاح كتبرك في السخون. كده كانت فهمتيني ياك، ما تتمنى دوك اللي كتقول لشي واحد حك ليا. لا كنمشي بعد المرات مع ولاد الدرب كتشد كسال. لا كنمشي مع ولاد الدرب كنحكوا لبعضيات. كتحكوا لبعضيات بكل تواضع. داكشي اللي كاين. وشي ميساج لهاد الناس اللي سادين الحمام المسؤولين، اش غتقول لهم؟ بغيت نقول المسؤولين بلي راه دابا القضيه تخفات شويه، دابا مع اللقاح وشي صافي، دابا القضيه بدات بنادم كي صافي، دابا المرض بدا كيطلقوا السخون. قول لهم طلقوا السخون كل تواضع. داكشي اللي كاين. مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما الشوكه اليوم الموضوع شيق، الموضوع هو الحمام. الناس قالك توحشوا الحمام، وهذا ميساج للمسؤولين وبشعار وطلقوا السخون بكل تواضع.